أبدأ مع السيدة مارجوري. بعد هذا الاجتماع بين وزراء اليابان والدول الجزرية في فبراير الماضي، واجتماع أيضا دفاعي يعقد الشهر هذا الشهر تمهيدا للقمة المشتركة في يوليو المقبل، هذا الحراك يعني وصفه وزير الدفاع الياباني أنه مساعدة للدول في بناء قدراتها لمواجهة التحديات، ما الهدف من هذا الحراك؟ شكرا جزيلا على استضافتي في برنامجكم. حسنا، إن العلاقات الثنائية بين اليابان مع اليابان تأتي بناء على خطوات سابقة. لا أعتقد أن الاجتماع القادم مع وزير الدفاع بالإضافة إلى بعض القمم المخططة في شهر يوليو على سبيل المثال أنها تهدف إلى هذا الأمر فقط أو تعزيز العلاقات الدفاعية فقط، ولكن هناك مساع لبناء العلاقات الثنائية مع اليابان. بابوا نيو غيني مثل كثير من الدول الأخرى لديها ترغب في أن تكون اليابان دولة شريكة لها في بناء البنية التحتية وبخاصة الطرق والكباري، وأن يكون لها مساهمة في البنية التحتية التعليمية وأن تقدم لنا المساعدات كما فعلت على مدار السنوات الماضية. نعم.